اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي الفضائيه المصريه في كل مكان وحلقه جديده من قمه المناخ. حلقه اليوم يا جماعه حلقه مميزه جدا لاننا بنتكلم على موضوع من اهم الموضوعات اللي كلنا حاسين بيه. لما نتكلم مثلا عن حدث جامح او على انه في موجه امطار شديده او موجه حراره شديده او موجه فيضان. فدي الحاجات اللي عندها المواطن يبتدي يقول اه ده في تغيرات مناخيه وان تغير المناخ ده حقيقه وليست ايه مجرد كلام على الورق. عشان كده النهارده احنا بنستضيف ومعانا رئيس قطاع اداره الازمات والكوارث بمجلس الوزراء المصري سياده اللواء محمد عبد المقصود عشان نتكلم معاه عن ايه هو الدور اللي بتلعبه اللي بيلعبوا القطاع واللي مصر بتعمله عشان تواجه الازمات والكوارث اللي هي طبعا مرتبطه بقمه المناخ. عشان كده كل واحد فينا يحس بقد ايه الدور ده مهم عشان نحافظ على ارواح وممتلكات المصريين في كل مكان. خلونا نروح لفاصل ونرجع عشان نكمل كلامنا مع سياده اللواء محمد عبد المقصود. شرفنا النهارده ومعانا وأيضا هنستمتع معاه بالحديث حول قضيه من القضايا المهمه جدا سياده اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إداره الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء. هذا القطاع الذي يهتم بقضيه من أهم القضايا المتعلقه بموضوعات المناخ بشكل عام. واللي يعني يقرا كتير عن قضايا المناخ يعرف انه موضوع الكوارث هو موضوع من اهم الموضوعات المتعلقه بالتعامل مع قضيه تغير المناخ. في وجود سياده اللي هو معانا النهارده اللي بنرحب بيه وبنشكره على وجوده معانا. اهلا بسيادتكم. عايزين نسمع من حضرتك اولا للساده المشاهدين ونعرفهم هو قطاع إدارة الأزمات والكوارث اللي أنا من معلوماتي بيشتغل 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع. إيه اللي هو بيقوم بيه ومهامه وإزاي هو يعني دوره ده مهم لكل مصري وكل مصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أنا بشكر سيادتك على الدعوة الكريمة عشان نشارك مع السادة المشاهدين في استعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 وربما الحقيقه هذا الموضوع بيحتل اولويه مش بس على المستوى المصري وانما ايضا على المستوى العالمي نتيجه العديد من المظاهر التغير المناخي اللي ابتدت تؤثر بشكل كبير جدا على المجتمعات وبصفه خاصه في الدول الناميه. الحقيقه يمكن خلال الفتره الاخيره دي شهدنا العديد من الكوارث اللي بتتعرض لها بعض الدول ومنها دول قريبه مننا ومنها دول اخرى بعيده وعندنا مثال للسودان الاسبوع قبل الماضي كان في فيضانات في السودان في مناطق في النيل الابيض لم تكن متكرره وجت بصوره شديده في اطار نوبات طقس جامحه ايضا كان عندنا باكستان حصل فيها كم كبير جدا من الخسائر وبلغت تقريبا حوالي 30 مليون متضرر من نتيجه الفيضانات الناتجه عن السيول والامطار الغزيره ده معناه أن العالم حاليا بيشهد حاله من مظاهر التغير المناخي المؤثره بشكل كبير جدا على استقرار المجتمعات وايضا على تحقيق خطط التنميه المستدامه ربما الحقيقه قطاع اداره الازمات الكوارث بيبقى شغله الاساسي في مساله انه يعمل استعداد وجاهزيه للمجتمعات المحليه للتعامل مع مثل هذه المخاطر بشكل يخليه يقدر يكون قادر على الصمود في مواجهه مثل هذه المخاطر. وده بيتطلب الحقيقه ان احنا نشتغل على ثلاث مستويات مختلفه. المستوى الاولاني وهو مستوى الاستراتيجي والمرتبط بالتخطيط للتعامل مع مثل هذه المخاطر بشكل مباشر، التخطيط ده بيشمل وضع خطط على مستوى القومي، يشمل ايضا وضع استراتيجيات وادله استرشاديه يمكن ان يتم توزيعها على المعنيين بشكل عملي حتى يمكن من خلالها انه يبتدي يعرف دوره ايه في كل مظهر من مظاهر التغير المناخ اللي ممكن نتعرض ليها وبالتالي يبقى في استعداد ليهم لكيفيه التعامل بيه ربما الخيال الصوره الاقرب للمواطن المصري هي الصوره الخاصه بالامطار الغزيره والسيول التي قد تتعرض لها بعض المناطق. وبالتالي هو بيشهد دي بشكل مباشر كشكل من اشكال تغير المناخ اللي بيؤدي الى حدوث حاله من الطقس السيء واللي بتؤدي بالتبعيه الى وجود امطار غزيره قد يتعرض نتيجتها المواطن لبعض الصعوبات والمشاكل في سير الحياه اليوميه. وبالتالي بقى عندنا حرص على ان احنا نشتغل في اطار المستوى الثاني والمستوى التكتيكي والمرتبط بقطاع اداره الازمات نفسه باعتبار الامانه الفنيه للجنه القوميه لاداره الازمات والكوارث. هذه اللجنه الحقيقه برئاسه رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبيبقى دور اللجنه الاساسي هو انه يتواصل ويحقق تنسيق وتكامل بين كل جهات الدوله اثناء التعامل مع الازمات والكوارث وبصفه خاصه طبعا لما تبقى كوارث مرتبطه بمظاهر تغير مناخ. ليه؟ لأن الحقيقة بيبقى التأثير واسع عابر للحدود ممكن أو يبقى نوبات طقس جامحه موجوده في السودان نبتدي نعمل تاثير او استعداد لاحتمالات تاثر البلاد بيها وبالتالي نبتدي نشتغل على الاستعداد والجاهزيه قبلها بفتره كافيه بنتعاون طبعا مع جهات كثيرة داخل الدولة على رأسها طبعا هيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري في أنهم يوفروا لنا عنصر الإنذار المبكر اللي نقدر من خلاله أن احنا نبلغ كل المحافظات بالاستعداد لمواجهة مثل هذه المخاطر وده بيبقى واجب اساسي في اطار الاستعداد للتعامل مع مثل هذه المخاطر وغرفه عمليات موجوده على طول عشان تتعامل مع كل هذه المتغيرات لانه لما بتيجي بيانات الطقس بتيجي مفاجاه ما بتبقاش حضرتك متوقعة قبلها بشهر ممكن قبلها بيومين ثلاثه او صحيح. اقل من كده صحيح هو عاده الانذار بيبقى بيوصل لنا تقريرا قبلها ب 72 ساعه ده بيبقى كافي جدا ان انا ابتدي ابلغ كل المحافظات الحقيقه احنا على خطوط تواصل غرفه العمليات المركزيه عندنا في مجلس الوزراء متصله بكل المحافظات من خلال شبكه فيديو كونفرنس من خلال خطوط اتصال مؤمنه مع كل المحافظات بالتوازي معاها لنا اتصال بكل الوزارات المعنيه في وقت حدوث الازمه لا قدر الله وحدوث المتغير ده والكارثه دي نبتدي نستعد بان احنا نجيب كل الجهات الوطنيه وتبقى موجوده معانا داخل غرفه العمليات المركزيه احنا بنشتغل 24 ساعه بس في وقت الازمات بنجيب كل جهات الدوله تبقى موجوده معانا وبالتالي اداره الازمه بتبقى من خلال غرفه العمليات المركزيه بالتنسيق والتواصل مع كل المحافظات من خلال شبكه فيديو كونفرس وبالتالي بيبقى عندنا قدره اكبر للوصول لكل المحافظات الموجوده الامم المتحده اكيد يعني حضرتك تابعت وانا مع حضرتك عملت اطار عمل هيوجو في 2005 لمده 10 سنين وبعديها في 2015 قامت عمل اطار عمل سنداي لمده 15 سنه وبالصدفه في نفس السنه 2015 اتعمل اتفاق باريس وكلنا اللي بنشتغل في موضوع الكوارث عارفين ان احنا السبب في كل اللي بيحصل لنا ده غالبا هو موضوع تغير المناخ داخلين بقى على قمه والقمه دي على ارضنا وفي بلدنا وإزاي حضرتك شايف إنه موضوع الكوارث هو في لب اه معالجة قضايا التغيرات المناخية وبيتأثر بيها وكمان بيتأثر المواطن العادي وكمان خطط الدولة بشكل عام. جزء رئيسي من شغل لل... إدارة الأزمات والكوارث هو إنه يبقى بيخدم على خطط التنمية المستدامة. <applause> وعشان يخدم على خطط التنميه المستدامه لابد ان يراعي كل المخاطر التي يمكن تتعرض لها هذه الخطط ويضعها في اعتباره بل ويضع خطط اخرى في خدمة الخطط التنمية المستدامة حتى يصلح العمل في إطارها وبالتالي ما يحدثش أي تأثير سلبي على تحقيق هذه الخطط تحقيق أهداف هذه الخطط وربما الحقيقة جهدنا الرئيسي بيبقى في ان انا ابتدي استفيد من امكانيات وقدرات قد توفرها لي القوى الدوليه او توفرها لي الامم المتحده من خلال بعض الاتفاقيات الدوليه، لكن خلي بالك أن مشكله التغير المناخ مش مرتبطه قوي بالدول الناميه، ربما الدول الناميه يكونوا اقل الدول تسببا في مثل هذه التاثيرات وانما التاثيرات معظم الدول الصناعيه هي السبب فيها وبالتالي الدول الكبرى وبالتالي هي المفترض تتحمل جزء كبير من المسؤوليه في اطار تعزيز قدرات الدول الناميه والدول الهشه على الصمود في مواجهه مثل هذه المتغيرات. وبالتالي لما نيجي نتكلم على التوقعات لهذه القمه وننظر الى يعني ملامح النجاح او عناصر النجاح نتخيل انها هتخرج ببعض القرارات اللي ممكن ترجع تاني للدول الناميه المتاثره النهارده لما حضرتك تكون في غرفه العمليات وفي كل اللي بنعمله لمواجهه هذه الاحداث الجامحه اللي هي سببها في الاساس النشاط البشري اللي تم في دول اخرى وقرارات تمت في دول اخرى فبقى في اضرار وخسائر فاحنا بنتكلم على مسؤولية هذه الدول أخلاقيا تجاه دولنا مش بس إن إحنا يعني مش بنتكلم على التكلفة حتى اللي هي المادية لكن المواطن اللي تأثر ده اللي بيته غرق اللي أرضه آه نضبت بسبب الجفاف أو أكيد الضرر النفسي حتى غير الضرر المادي الضرر النفسي وبالتالي في حاجات كتير إحنا متوقعينها من القمة أو بنتمناها من القمة تقول ايه حضرتك على على الموضوع ده؟ الحقيقه اولا طبعا مصر مدركه تماما انها بتشارك في استضافه قمه مؤتمر المناخ واتفاقيه الاطراف للمناخ تغير المناخ كوب 27 نيابه عن الدول الافريقيه. وبالتالي الدول الافريقيه هي اكثر الدول تضررا بتداعيات تغير المناخ. عندنا دول كثيره هتتعرض لمظاهر جفاف وتصحر رغم انها كانت تاريخيا معروفه بانها فيها كميات كبيره من سقوط الامطار. عندنا دول اخرى ابتدت يحدث فيها مشاكل امن غذائي نتيجه تغير المناخ. عندنا دول اخرى ابتدت يحدث فيها انتقال وهجرات ونزوح داخلي من مناطق لمناطق اخرى نتيجه نقص المراعي الموجوده في هذه الدول. ده محتاج مننا كمصر ان احنا نبتدي نستعد بشكل جيد لوضع مشروعات حقيقيه وقابله للتنفيذ وطرحها على القوى الدوليه وطرحها على المجتمع الدولي حتى يمكن الاستفاده من استضافه مصر لهذه القمه. ربما الحقيقه مصر كانت حريصه انها تعبر بشكل حقيقي عن اهداف وطموحات الدول الناميه والدول الفقيره فيما يتعلق بكيفيه التكيف والتخفيف من حده مخاطر التغير المناخي على المجتمعات الافريقيه والمجتمعات الفقيره بشكل عام لكن في نفس الوقت احنا مدركين ان احتياجات هذه الدول هتبقى دائما رهن لاستجابه الدول الكبرى والدول المتسببه بشكل رئيسي في مثل هذه المخاطر وعشان كده احنا حريصين ان احنا نتعامل بحياد وبموضوعيه مع كل المقترحات التي يمكن ان يتم طرحها في هذه القمه حتى يمكن الوصول الى نتائج تحقق اهداف اه 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 وطموحات كل الاطراف ويمكن التوجه ده الحقيقه توجه مرتبط لحد كبير جدا برؤيتنا الموضوعيه لكيفيه التعاون بين المجتمعات المختلفه وبين القوى الدوليه المختلفه لتحقيق اهداف القمة وتحقيق أهداف مصر من هذه القمة من استضافة هذه القمة مسؤولية غير عادية للرئاسة المصرية وهي بتستضيف هذه القمة اللي العالم كله بينظر لها على أنها نقطة تحول هتحدث أي نعم هي 27 لكن الجميل أو الغريب أنها يعني بتمثل لكل الأطراف نقطة تحول كبيرة وإحنا سعداء بأنها تكون بتحصل على أرض شرم الشيخ. أنا هرجع لحضرتك تاني نتكلم على شرم الشيخ بالذات لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا مع سيادة اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء. قبل الفاصل سيادة اللواء كنا بنتكلم على أهمية القمة وإنها تعقد على أرض مدينة شرم الشيخ وهي مصر بهذه القمه تمثل افريقيا لكن انا واكيد كل المتابعين ايضا لاحظوا ان احنا في خلال الشهور الماضيه بنتكلم على شرم الشيخ مدينه خضراء مدينه لها يعني خصائص هتبقى مختلفه تماما بيتغير ملامحها كتير لكن انا كمان عارف ان شرم الشيخ عملت نموذج للمحاكاه فيما يتعلق بموضوعات الكوارث وانها كانت يعني باستمرار النموذج اللي احنا لما بنطلع بره بنتكلم عنه طب ما نحكي كده بقى للساده المشاهدين اللي بيحصل لشرم الشيخ حتى من قبل ما تبقى معروف ان هيبقى فيها قمه الحقيقه يعني مدينه شرم الشيخ ومحافظه جنوب سيناء تحديدا كانت دايما بتهتم بفكره الصمود في مواجهه الكوارث ويمكن ده اللي خلانا كقطاع اداره ازمات الكوارث ان احنا نرشحها كأولى المدن التي تدخل في إطار الدول القادرة على الصمود وعندنا المدن دلوقتي المدن المدن, المدن, المدن المدن القادرة على الصمود ويمكن عندنا دلوقتي خمس مدن مصنفة في الام سي مدن قادرة على الصمود لكن الجديد الحقيقة أنه إن شاء الله في قمة كوب 27 هيتم الإعلان من جانب الأمم المتحدة عن مدينة شرم الشيخ كمركز للمرونة على مستوى الإقليم وهتبقى المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية إن شاء الله مركز للمرونة والقدرة على الصمود وده الحقيقة نتيجة جهد كبير بتقوم بمدينة شرم الشيخ من خلال الفترات الماضية للاستعداد والجاهزية للتعامل مع مخاطر التغير المناخي بشكل عام وكل المخاطر الكوارث التي يمكن أن تعرض لها ربما الحقيقة كان عندهم كم كبير جدا من المشاكل اللي كانت تبقى موجودة ومرتبطة بطبيعة التضاريس الموجودة في محافظة جنوب سيناء لكن بالجهد اللي بذل خلال العشر سنوات الماضية في مسألة الإجراءات الحماية اللي تم عملها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وأيضا مع باقي الجهات والستيك هولدرز الرئيسيين ابتدى يبقى فيه كميات من السدود والبحيرات الصناعيه والمناطق الامنه لنقل المياه اللي بتنزل في مواسم السيول من المناطق الموجودة فيها إلى مناطق أخرى تبقى أكثر أمنا وتبقى أيضا بتحافظ على كميات المياه دي بحيث أنها تبقى بدل ما هي تبقى محنة بتعرض الطرق لمخاطر حقيقية وتؤدي لكسر الطرق وعمل مشاكل فيها الى انها تبقى خزان كبير للمياه سواء كان في بحيرات صناعيه يتم عملها في المدن القريبه من شرم الشيخ او حتى المياه الجوفيه بيتم الاستفاده منها خلال موسم الزراعه خلال العام كله، وبالتالي اصبح لدينا الحقيقه كم كبير جدا من موارد المائيه اللي بيتم توفيرها من خلال هذه المصائد للمياه وهذه البحيرات الصناعيه اللي بيتم عملها في بطن الجبال وده بالتالي بقى يشكل بالنسبه لنا احد مصادر المياه العذبه الموجوده في جنوب سيناء شرم الشيخ الحقيقه خلال المرحله الاخيره دي كان في مجموعه كبيره من الانشطه اللي قامت بيها عشان خاطر تعزز من قدرتها على الصمود وده <applause> الحقيقه كان محل تقدير واعتبار من جانب اليو هو المكتب الاقليمي للامم المتحده للحد من خطر الكوارث وده اللي دفعهم لان هم طلبوا أن يحدث نوع من التوامه بين مدينه شرم الشيخ ومدينه انشتون في كوريا الجنوبيه وهي دي برضو مركز كبير للمرونه ثم بعد كده طلبوا انه يبقى هذه المدينه تصبح اول مركز مرونه على مستوى القاره الافريقيه ان شاء الله في قمه كوب 27 هيتم الاعلان عن بشكل رسمي من جانب الامم المتحده حاجه من الحاجات اللي يعني انا انبهرت بيها الحقيقه لما شفت في لحظه من اللحظات شويه عناصر لنموذج المحاكاه اللي حصل في شرم الشيخ وازاي كل فرد في المنظومه عارف الدور بتاعه لان انا برضو عايز يعني الساده المشاهدين يحسوا بالحكايه دي لما بنسمع مثلا عن زلزال بشكل معين او فيضان في دوله من الدول ونفرض مثلا اليابان ونسمع عن نفس الحدث في دوله اخرى افريقيه مثلا او اسيويه اخرى ونلاقي ان حجم التاثر اللي تم في اليابان اقل بكتير جدا من من التاثير اللي حصل في الدوله الاخرى والفرق هنا ان دي عندها الجاهزيه طبعا والمرونه اللي عايزين نشرح للناس اكتر المرونه والصمود والتانيه ما عندهاش هذه القدره فشرم الشيخ قدرت توصل لكده يعني ازاي يعني هي بقت كده بقت مركز للمرونه ازاي الحقيقه كم الاجراءات والتحضيرات اللي قامت بها المدينه خلال الفتره الماضيه والحقيقه كنا حريصين مش بس مدينه شرم الشيخ انما العديد من المدن المصريه اصبحت دلوقتي لديها القدره علي الاستعداد والجاهزيه للتعامل مع مخاطر الكوارث بشكل عام وأيضا التعامل مع مخاطر السيول والأمطار الغزيرة بشكل خاص لأن دي أحد مظاهر تغير المناخ الرئيسية اللي ممكن نتعرض لها طيب. ربما في بعض المناطق قد يكون هناك جفاف وتصحر لكن ما بيشعرش بيها المواطن بشكل حاد أو بشكل سريع قد يشعر بها على مراحل فيكتشف أن المناطق بتاعته اللي كان فيها مناطق زراعيه اصبحت بتغمرها الصحراء او بتبقى اكثر قحولة لكن في اطار الامطار الغزيره والسيول بتبقى في توقيت محدد وبكميات كبيره وبهطول مطر بكميات كبيره فمساله المواجهه بتبقى لها تحدي خاص وطابع خاص. لذلك كنا حريصين ان احنا دائما نتعاون مع كل محافظات الجمهوريه فيما يتعلق بالاستعداد والجاهزيه. وبيشارك الحقيقه في هذا العمل بشكل رئيسي وبشكل مباشر القوات المسلحه لانه لديها خبرات ايضا في هذا المجال قويه وبالتالي بيبقى في برضو نظم محاكاه ومشروعات محاكاه بيتم تنفيذها في كل محافظه من محافظات الجمهوريه وبيقوم بها قياده قوات الدفاع الشعبي والحقيقه عاملين عمل اكثر من رائع في هذا المجال لانه بينقلوا الخبرات التراكميه المتاحه لدى القوات المسلحه في مساله الاستعداد والجاهزيه والمواجهه الى القطاعات المدنيه الموجوده في المحافظات المختلفه فبيبقى فيه نوع من الجديه والحرص على بذل مزيد من الجهد في الاستعداد في مراحل التدريب على كيفيه مواجهه الكوارث المختلفه اما بنيجي في قرار زي السيول او الامطار الغزيره او بعض الاحيان يحدث نتيجه بعض الانشطه ان يبقى فيه كم كبير من الكوارث المتعدده لان احنا ما بنتعاملش مع خطر واحد وان بنحرص في اطار حتى اطار سنداي ان احنا نتعامل مع المخاطر المتعدده لدينا دلوقتي خطر رئيسي اللي هو كوفيد 19 وده خطر أو مخاطر بيولوجيه بنتعامل معاها لكن ايضا لدينا مخاطر زي مخاطر التغير المناخي وهي ايضا مخاطر اخرى هامه ومؤثره وقد يحدث الاثنين مع بعض وده حدث بالفعل الفتره <تصفيق> الاخيره <تصفيق> فبالتالي كان مهم جدا حتى احنا في اطار الاستعداد والجاهزيه قطاع ادوات ازمات وكوارث ان احنا نطور الاستراتيجيه الوطنيه لمواجهه الحد من مخاطر الازمات والكوارث بان احنا ندمج المخاطر البيولوجيه وندمج المخاطر التغير المناخي ضمن هذه الاستراتيجيه. انا كان لي الشرف ان اشتغلت مع حضرتك في اعداد الاستراتيجيه دي في 2017 السنه دي احنا طورنا هذه الاستراتيجيه وعديناها في صورتها الجديده وفيها دمج لمخاطر البيولوجيه ومخاطر التغير المناخي وعلما بانه التجربه اللي خاضتها مصر في سواء كان الـ التعامل مع مخاطر كوفيد 19 او المخاطر التغير المناخي الحقيقه بينظر ليها باعجاب شديد على المستوى الدولي ليه؟ لانه المنظومه اللي تم التعامل بها مع الكارثتين من اتنين هم اثنين كوارث لهم طابع عابر للحدود فبالتالي كل الدول يمكن ان تتعرض ليها كانت الحقيقه نتائج التعامل المصري معها كانت مقبوله بشكل كبير وكان بينظر ليها انها ممكن تبقى نموذج للتعامل معها في وقت كان العالم كله بيغلق لمنع او انتشار كوفيد 19 كانت الحكومه المصريه والدوله المصريه ترى انه لابد من ايجاد حاله من التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وبين أن أنا أستمر في النشاط الاقتصادي بالضبط حاجة من الحاجات المهمة واللي يهمني أن احنا برضو نتكلم فيها قبل ما نختم دور المواطن في هو احنا انا عارف ان كل الاستراتيجيه المحطوطه وكل البرامج اللي بتتم وهدف القطاع وهدف الدوله انها تحافظ على المواطن لكن كمان المواطن ليه دور فانا عارف انه المجتمع المدني بيشارك مع حضرتك في انشطه كتير وعارف ان حضرتك في يعني تعاون مع كل الوزارات وبالذات وزاره التعليم فيما يتعلق بدور المدرسه ودور الجامعه من من وزاره التعليم العالي لكن احب اسمع من حضرتك رايك في دور المواطن واهميه دور المواطن في هذا الموضوع عشان تبقى دي الحاجه اللي بنختم بيها حوارنا النهارده اولا طبعا خليني اقول لحضرتك انه الغايه القوميه لاداره الازمات والكوارث على المستوى القومي في مصر هي الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين من خلال منظومه متكامله بتشارك فيها كل مؤسسات الدوله. والمنظومه المتكامله دي الحقيقه بتضم ممثلين من كل قطاعات الدوله، وزارات ومحافظات ومجتمع مدني وشركات قطاع خاص وجمعيات اهليه و كل فئات المجتمع بما فيهم المواطنين وبما فيهم المجموعات اللي بتعمل معانا كمتطوعين سواء في قطاع الشباب والرياضه او في قطاع الاعلام الداخلي الموجود في الهيئه عامه الاستعلامات الحقيقه هي منظومه متكامله كل واحد يؤدي دوره في اطار هذه المنظومه المواطن بيبقى دوره الرئيسي الحقيقه انه اذا كانت الدوله حريصه على توفير عنصر الإنذار المبكر فيجب عليه ايضا ان يتعامل بجديه وبثقه مع ما يصدر من الدوله من تحذيرات فيما يتعلق بالمخاطر التي يمكن ان تعرض لها. احنا كدوله بنحاول ان احنا نشتغل في اطار اعداد الخطط والاستراتيجيات وفي نفس الوقت بنعد خطط لمواجهه مخاطر التغير المناخي، بنعد خطط لمواجهه نوبات الطقس الجامح ودي برضه من الخطط المستحدثه خطط لمواجهه تسونامي حال حدوثه لا قدر الله، كل ده الحقيقه بنعده لكن المهم ان انا اما اجي مرحله التوعيه والتثقيف والتنوير للمواطنين ان يكون هناك استجابه وتفاعل من جانب المواطنين مع مثل هذه الجوانب التوعويه لانه الهدف الرئيسي هو الحفاظ على المواطن وبتعاون المواطن معانا الحقيقه بننجح في تحقيق هدفنا وتنجح في تحقيق دورنا كموظفين في الدوله احنا موظفين لصالح المواطن هدفنا الحقيقي هو كسب رضا المواطن هدفنا الحقيقي هو الحفاظ على سلامة المواطن هدفنا الحقيقي هو الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وبالتالي كل ما نرجوه أن يكون هناك دعم من جانب المواطنين واستجابة من جانب المواطنين للتخفيف من تداعيات ده على الدولة ككل وعلى المجتمع ككل إذا كنا بنتكلم على مخاطر زي السيول والأمطار الغزيرة وخلافه بيبقى علينا جزء خاص بأننا أقول أنه في مخاطر موجوده وبالتالي لابد ان احنا ناخد اجراءات احيانا قد ناخد في اطار الاجراءات ان احنا ندي اجازه لطلبه المدارس او للموظفين ويبقى الهدف الاساسي منه ان انا ادي فرصه كافيه للرجال اللي بيوصلوا الليل والنهار على الارض عشان يقدروا يخففوا من تاثيرات مظاهر التغير المناخي على المواطنين وعلى سير الحياه اليوميه لكن في نفس الوقت بيبقى مطلوب من المواطنين تفهم حجم الضغوط اللي بيتعرض ليها العاملين في مجال الإغاثة وفي مجال توفير الحياة الكريمة للمواطنين وربما الحقيقة احنا كنا الفترة الحالية بنعمل التقرير النصف سنوي للمتابعة أو نصف المدة لمتابعة إطار سنداي اللي هو الام تي ار الميد تيرم ريفيو بالنسبة للتقرير الحقيقة واحنا واحنا بنعمل تقرير كنا بنشعر بفخر واعتزاز بحجم الانجازات اللي تحققت خلال السبع سنوات اللي فاتوا في اطار الحد من مخاطر الكوارث. احنا جمعنا كل وزارات الدوله عشان نقول لهم ايه المشروعات اللي عملتوها عشان خاطر نحد من مخاطر الازمات والكوارث على المجتمع المصري. الحقيقه اكتشفنا انه في كم كبير جدا من الانجازات تحققت ربما في العالم كله اللي كان بيواجه ازمات كبيره وازمات اقتصاديه لم ينجح في انه يتعامل معاها كانت مصر بتوفر جزء كبير من مدخولاتها الاقتصادية ومن مواردها المالية عشان خاطر تعمل مشروعات عملاقة الهدف منها لحد من خطر الكوارث أما نتكلم على بناء المساكن الآمنة لأهالينا الموجودين في المناطق غير الآمنة المناطق العشوائية صح. إحنا دلوقتي مصر تم الاعتراف بها في بداية 2022 إنها خالية تماما من أي مناطق عشوائية خطرة وفقا للتصنيف الأمم المتحدة ده نتيجه جهد كبير اتعمل لبناء ما يقرب من حوالي 250 الف وحده سكنيه تكلفت حوالي 63 مليار جنيه لاهالينا الموجودين في هذه المناطق حتى ينعموا بحياه كريمه وبتواجد في مناطق امنه ويبقى في حياه امنه لهم مشروع حياه كريمه هو ايضا تخفيف من حده المخاطر ممكن يتعرض لها المواطنين في قرانا المختلفه وده مشروع تكلف ما يقرب من حوالي 700 مليار جنيه صح. ولا زال بيعمل عليه مشروع زي الطرق احنا عملنا تقريبا حوالي 7000 كيلو متر طرق بالاضافه لحوالي طرق طرق جديده أي. بالاضافه لحوالي 10000 كيلو متر طرق تم رفع مستواها مستواها وامكانياتها وكفائتها بالاضافه لما يقرب من حوالي خمسة 25000 كيلو متر في المحافظات المختلفه تم رفع كفائتها دي تكلفت مبالغ كبيرة كل ده كان الهدف منه أن أنا أيضا أحافظ على أرواح المواطنين وأحمي المواطنين أن هم يتعرضوا لي مخاطر الحوادث المتكررة في مثل هذه الطرق الحقيقة مجموعة المبادرات الصحية اللي اتعملت على مستوى الدولة خلال السبعة ثمان سنين اللي فاتوا حاجة الحقيقة يعني بتشعر الإنسان بالفخر أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة اللي بتمر بها كل دول العالم كانت مصر حريصه على الحفاظ على حياه وممتلكات المواطنين، حريصه على توفير الحياه الكريمه للمواطنين، حريصه على ان يكون هناك دوله جديده، جمهوريه جديده بتعتمد او تتبنى خيار المواطنه كخيار اساسي، وفي نفس الوقت بتضمن للمواطن الحفاظ على حياه كريمه وتراعي الحد الادنى لاحتياجاته ومتطلباته. والله يا سياده اللي هو انا يعني فخور بكل الدور اللي بتلعبه قطاعات الدوله في هذا المجال وعايز اقول للمواطن اللي بيشاهدنا ولكل الساده المشاهدين لما بنقول كلمه كارثه يعني معناها انه حدث كان حجمه وتاثيره يصل الى انه يكون يعني خارج اطار السيطره وبالتالي كل اللي بنسمعه ده واللي هو حقيقي واللي حصل لما بتيجي الدوله تعلن عن يوم اجازه الناس ما تنزلش تروح المدارس ليه؟ عشان احنا عايزين نتجنب انه تحصل هذه التاثيرات السلبيه اللي ممكن تحصل سواء في الارواح او في الممتلكات وبالتالي بتجنب حدوث الكارثه وبمنحها من الاساس من انها تحدث فعشان كده علينا ان احنا نتفهم تماما كل هذه الاجراءات ربما يكون علينا كمان احنا ك يعني منظومات اعلاميه ان احنا نبين الكلام ده اكتر كمان ونعرفه للناس ان المجهود ده مجهود لا يستهان به وكلنا لازم نكون فخورين به. قمه المناخ في شرم الشيخ القمه رقم 27 هتناقش واحد من اهم يعني اثار او اسباب الكوارث وهي تغير المناخ وبالتالي كل ما سينتج عنها من نتائج إيجابية لصالح مصر لصالح أفريقيا لصالح الدول النامية لصالح العالم بشكل أكبر يعني هتكون للحد بكل الأشكال من أي كارثة ممكن يتعرض لها أي مواطن في أي مكان لكن طبعا يهمنا في البداية وفي النهاية يهمنا مصر والمصريين كلهم أنا في نهاية هذا اللقاء اللي هو بشكر سعادتك جدا وأنا عارف إن أنت يعني اليوم عندك صعب والدنيا صعبه لكن حضرتك خدت من وقتك ده انا اللي بشكرك على كرم الضيافه وحسن الاستقبال وجيت لنا واعتقد ان دي يعني آآ آآ لقاء وحلقه متميزه جدا لانها بتتعرض لحاجه من الحاجات اللي كل يوم بنلمسها في حياتنا ويهمنا ان احنا نحافظ على اهالينا ونحافظ على اسرنا ونحافظ على مجتمعاتنا ونحافظ على بلادنا كان معاكم ومعانا سياده اللي هو محمد عبد المقصود رئيس قطاع اداره الازمات والكوارث بمجلس الوزراء بنشكرك سيد الله ان شاء الله شكرا مره اخرى شكرا جزيلا شكرا شكرا, شكرا مشاهدينا ومتابعينا في الفضائيه المصريه والى لقاء قريب باذن الله